مساء الخير، النهاردة فيديو انبوكسنج لباتل اوف ليجند هيروز ريفنج. اللعيبة المفروض او سي جي 24 باك، كل باك فيها 5 كروت. لسه سيل ده، هبتدي نفتحها. اوكي، واضح ان السيل بتاع كونامي. طيب شاوي شغال. العلبة كل اللي فيها سيكريت رير او الترا رير، دول ال 24 باك. نبتدي بقى نفتحهم واحدة واحدة. هو طبعا الباك، العلبة دي فيها البلاك لاستر سولجر، الكات اللي هو ده اغلى كات فيها. يعني هل يا ترى بتتفتح كويس ولا هنحتاج نقطع البتاع؟ طيب واضح ان احنا هنحتاج نفتحها كده. ماشي، في شوية باكس بتتفتح بسهولة، بس ماشي. ده سيكريت رير، ماشي. انتربتد كاجو سلامر، وبعدين الباقي الترا رير. هو تقريبا واحد سيكريت رير في كل باك. ريفايفل سوارم، ووتر اوف لايف، ساب تيرر جورو، وفي جيميك بابت كايميرا دول. طيب يعني ده هنا السيكريت رير، ودول الالترا رير. الباك اللي بعدها هل تتفتح كده يا ترى ولا لا؟ مش برضو تتفتح، خلي بالنا بقى. طيب سيكريت رير، فيل باتل واسب، هاما ذا كونكرينج بو، شادو البيست، وفي ايه ده برضو؟ طيب وفي باتل واسب ذا ارماجيدن، وفي فيجن هيرو. حلو قوي ده، هنا ده كده فيجن هيرو مينيمم راي، وفي تي جي دريل فيش. ثالث باك طبعا الامل ان يطلع الكارت بتاع لاكلاستر سولير ده قليل شويه. في نيكروس سايكل حلو قوي، في نمبر 26 سبيس اوكتوبس، وفورتين ليدي هو، وفورتين ليدي تشي، وميركل ستون، 3 كروت فورتين ليدي. الورق الفورتشن ليدي ده في دول لينكس يعني كان لطيف وانا بحبه، بس هو محتاج ورق كتير تاني عشان يكمل. تعال نكمل كده. فيجن هيرو فيون ده كان ليميتد وان دلوقتي، وفي فيجن هيرو جرافيتو، وفي الباتل واز سامن ليميت، وفورتشن ليدي فيري سوي. طيب جميل، هو الاو سي جي لطيف طبعا. هو جميل قوي ان الكروت تبقى طبعا شكلها كله حلو كده، بس هو اكيد ده فرق في السعر جامد. نمبر 97 دراجلي بون، ماشي. باتل بتاع ولونا لايت كريمزن، وفي الباتل واس، وفي فيجن ريليز ده فيجن هيرو برضه. ماشي، نمبر 26 27 97. ماشي ارتفاكت ده ناسية. ماشي apparition all of Salomon great، ونمبر 60 كده كالتين numbers exes، في باتل واسب. هشوف الاخر لو في حاجة الفاليو بتاعتها كانت طلعت عالية هحطها برضو في اخر الفيديو. نمبر 93 يعني تايب 93 يوتوبيا كايزر كده 3 نمبر، تي سي ميتر، فورتين ليدي هيو، وفورتين ليدي ان، وجارديان اوف اوردر. كارت ده قديم اوي، هو بتاع ده كروت دي فيرست اديشن. ماشي، وهنا اللي بعده هي بتاعت لطيفة بصراحة، يعني بتتفتح بسرعة، بتقطع صحيح بس بتتفتح بسرعة. في داينو ريسلر، بانك رابترز، وفي ارتفاكت تاني، ووتر اوف لايف، باتل واسب ده. ماشي، فين ده بوزر؟ وانا بصراحة كنت مهتم بالفيجن هيرو اكتر وانا بفتحها، لو فيجن هيرو او الاكسيدز
والفورتشن ليدي. وطبعا لو طلع كارت الباقي بتاعته عاليه دي حاجه جميله يعني، حاجه تبسط يعني. اهو لا ده لينك ايه ده، تراب تريكس سيرا ريفايفل سوارم فورتشن ليدي ان سالمن جريت سانكتشواري وفي شادول فالكو. ماشي يعني اتمنى احش اللينك التاني. ماشي محتاج سريع قوي فتحة سهلة. فيجن هيرو انكريس فيجن هيرو ترينيتي جميل قوي. وايت دراجون ويف ريباستر ماشي. والمنتال هيرو ستيرس وفيجن هيرو بويزنر. طب حلو قوي كروت كتير قوي طلعت فيجن هيرو. في كروت هيرو تانية بقى تبقى في فيجن فيوجن اهو كمان الله. وهنا unacceptable result من الكروت التانية. في بريد بلاست وفي summoning swarm قلنا وبرضو باتل واسب. طيب جميل سكاي سترايكر ايس شادول هيج هوج فيجن هيرو ويتش ريدر جميل وشادول هنا وفي باتل واسب نست. ده شادول سكوماتا سكوماتا. ماشي نشوف اللي بعده. حلو كمية الفيجن هيرو دول. طيب في اول ايز فانتوم دراجون وفي ماجيكال ماسكتير ماكس فولش بارير سونيك ستون ولونا لايت تشيك. قربنا نخلصها اهو. طيب فيري فورتشن ليدي هيكاري شادول بيست ده طلع باتل واسب بلاك دراجون ده اللي مع شغال مع تاني وفيجن هيرو دينجرس. طيب جميل ممكن يطلع فيجن هيرو مثلا فيجن فيوجن تاني يبقى حاجة رائعة يعني. احنا كل ده مستنيين لسه. ماشي دارك ساكرفايس طلع قبل كده تي جي فورتشن ليدي سوي وفيجن هيرو مينيم راي مش فاكر ده طلع قبل كده ولا لا بس كوليكشن الفيجن هيرو بيزيد كويس. اوه الله بغض النظر عن اي حاجه الله سايبر ستاين. طب يعني تمام قوي. وبرده فيجن ترينيتي سيمبل اوف فريندشيب وهنا ان سيمبل اوف فريندشيب ده اللي هو بتاع ايه. تو اكتيفيت ذيس كارد يو ماست درو ات ان يور نورمال درو فيز. تمام while your opponent controls three or more monsters you control no cards reveal it ماشي and keep it revealed until main phase 1 during your main phase 1 this same turn you can activate this card from reveal one card from your deck and add it to your hand. ده كارت قديم ده symbol of friendship كان في كان في الفيديوز بتاعت ليتل كوريبو وبالتالي ما طلعت رسمت البتاع ده على ديهم ده بيقول لها وانت ليه معاكي ليه معاكي ماركر في جيبك معاكي بيرمننت ماركر في جيبك. دبل هيدد انجر نكل ماشي باتل واسب لاكي لون حلو ولونا لايت وسلامن جريت سانكتشواري طلع قبل كده ده في سبيل كده طلع تلات مرات يعني مفيش بعد كده يعني. سلامن جريت طيب اوه حلو ده المنتال هيرو نيس نايت unacceptable result طلع قبل كده وبويزنر وباتل واسب. ماشي احنا كل ده لسه مستنيين الكارت اللي احنا نفسنا يطلع اتمنى سكاي سترايكر ميكا ويدو انكر باتل واسب لونا لايت بوكس وبلاك دراجون طلع وسونيك ستون طلع تقريبا الكروت كلها بدأت تتكرر. مش تيجي جير زومبي
فيجن هيرو مالتي بلاي جاي وايت دراجون ده الكاونتر بارت بتاع التاني اللي شفناه وشادول سكوماتو ده طلع قبل كده. نايس 4 باكس. دي فرصة يعني للي عايز يشتري يعرف ايه اللي هيطلع فيها، يشوف برضو الاحتماليات يعني بتاعت الكروت. ماشي 5 هيدد دراجون، يا ده جميل قوي كميموري، يعني هو جميل كميموري. must be fusion summoned cannot be destroyed by battle with a dark earth water fire or wind elemental hero absolute zero gingerbread house. a gingerbread house during your opponent's turn you can have as many monster controls to may destroy you control 5 200 attack. ماشي ملوش علاقة بحاجة يعني. طيب جميل. summoning swarm و gold moon coin add 2 cards from your hand to your opponent hand then draw 2 cards. ايه ده يعني؟ اكيد لي وجهة نظر، اكيد لي وجهة نظر كويسة. شكله حلو يعني، شكله ultra rare. يلا بقى harpy conductor. ماشي شادول وفيدة جديدة هو سينكرو herald of the arc light وفي باتل واسب نست وفي دينجرس طلع قبل كده. ناقص 2. هل هيطلع لنا المكان؟ هاي سبيد رابد بن شوتر. طب وطلع قبل كده، طلع قبل كده، طلع قبل كده، طلع قبل كده. اخر باك، اخر باك سلامان جريت. سلامان جريت الميجار، سلامان جريت الميراج، فيجن هيرو وباتل واسب وهيرو ده جديد. طيب ده 2 زومبي مونستر فيوجن. ماشي طيب دي كانت الباك كلها، الكروت اللي فيها طلعت يعني كويسة، كوليكشن حلوة. هشوف لو في كروت ليها فاليو عالية هحطها في اخر الفيديو، اقول دول كانت الكروت اللي طلعت والفاليو بتاعها كان كذا. ده كان الفيديو يعني، ياريت لو عجبك تعمل لايك وسبسكرايب على اليوتيوب وفيسبوك والفيسبوك جروب وكده، يعني هي حاجة لطيفة ان الواحد يحس ان ممكن حد بيتفرج يعني او مهتم. ده كان الفيديو. لو في كروت طلع ليها فاليو عالية هنزلها، يعني هحط في الاخر الكارت اللي طلع الفاليو بتاعته قد ايه. ياريت لو الفيديو عجبك تعمل لايك وسبسكرايب على اليوتيوب والفيسبوك والحاجات دي. ولو في حاجة تانية تحب تشوفها كفكرة، في كل يعني في فيديوز اللي ليها علاقة بكروت يوجي، وفي سيريز تانية ليها علاقة بباتمان، وشوية حاجات ليجو موجودة برضو. لو في عندك أي فكرة تانية تحب تشوفها ياريت توضحها برضو في كومنت. شكرا جدا.